رجعنا للمباشر وسعيده باستقبال اولى الضيوف اللي حاضرين معنا مره اخرى في اطار انه نفتح نافذه على مراكز التكوين المهني، وقديش عندنا جمهور يستنى الفقره هذه ويستنى يعرف شروط خاصه الالتحاق وشنو الاختصاصات الموجوده اليوم وشنو اهم المجالات اللي نجموا يتكونوا فيهم. اليوم باش نفتح على مركز التكوين والتدريب المهني بشحامبه صفاق، سعيده بحضورك معنا سناء عدسي مكلفه بالاعلام والاتصال المركز هذا. صباحك فل ياسمين. صباح الخير. صباح النور. صباح الورد. ما جيتش وحدك، جيتنا مع شهادة نجاح، خليني نقول جيتنا مع خريجة المركز متكونة بالمركز، واليوم كأنه استقليت بروحك ابتسام وحليت مشروعك وعرفت ثنيتك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. ابتسام بن إبراهيم مرحبا، أهلا وسهلا. أكثر عايشك. دونك اليوم الحقيقة سعيدة برشا، جيتونا من صفاقس. كيفاش خليتوا الطقس ساعة في صفاقس؟ لا سافا، اليوم أبرك شوية من ثلاثة أيام ممطر، اليوم سافا. اليوم صح شوية مش برشا. شويه دونك لان خرجنا بكري في تونس اكثر. اي في تونس. وما تنساش كما قلت خرجتوا بكري، خرجنا بكري فوالا 5:30 فوالا، دونك مازال حتى ملامح الطقس ماهيش ظاهره بالكدا. قل لي سناء اليوم شنواصل نحكيو على مراكز التكوين والتدريب المهني. اول حاجه مركز باش حامبه قداش عمره، قداش عنده هو يوفر ويقدم في خدمات التكوين هذه؟ مركز التكوين والتدريب المهني باش حامبه من اقدم سناتر في الوكاله التونسيه للتكوين المهني من عام 63 اللي جا في وصارت التهيئه نتاعو عام 2005. فيه 19 اختصاص. اي ما شاء الله ما تبارك الله. ما بين شهاده في الكفاءه المهنيه، مؤهل تقني مهني، مؤهل تقني سامي. وبعنا زاد التدريب المهني اللي توا حاليا نامنوا في 1800 متدرب في برشا اختصاصات في برشا مجالات، اللي خاصة التدريب المهني للصغيرات اللي ما خاولهمش يكملوا قرايتهم، اللي ما كملش التاسعة أساسي ابتدائي، نولي ونعطيوهم شانس في التدريب المهني. اي فانا اختصاصات، انت حليت قوس مهم برشا، لانه ديما نحكي بدايه من التاسعه والا قبل خطوه بعد التاسعه. دونك هات مثالش اليوم سلطوا الضوء بمناسبه المركز هذايا مركز باش حامبه، اللي من الابتدائي ما عندهمش شهاده الختم التعليم الابتدائي والتعليم الاساسي زاد. بالنسبه للتدريب المهني عندنا عديد الاختصاصات، منهم ميكانيك، منهم نجاره الالمنيوم، نجاره الاثاث، عندنا زاده في التبريد، عندنا في البلومبري، معناها عديد الاختصاصات في عديد المجالات اللي نحن نوفروا لهم. عندنا زاده الصدير المطلوبه برشا توا، لحام والتركيب. اي معناها عندنا برشا اختصاصات، وكل صغير والصغيرات كيفاش يحبوا الدومين اللي يحب يتدرب فيه. انا باش نحايل شويه، سامحني خذني شويه بشويه، خاطر اول مره الحقيقه عملنا جوله مع برشا مراكز، ولكن اللي اول مره نتخولوا على التدريب المهني. الصغيرات هذوما يعني الصغيرات هذوما كيفاش هما يعبروا على رغبتهم؟ هل هما في العمر هذاك يعرفوا شنو المجال الانسب ليهم؟ ظروف الاقامه زاده معناها كيفاش كيجيك حد من بعيد من صفاقس؟ عندكم اقامه مبيتات وغيره؟ بالنسبه للتدريب المهني ما عندهمش الحق في الاقامه. بون يجيو الصغيرات بالنسبه للتدريب المهني يجي الولي معاه اول حاجه. اي نأطرو عندنا بيرو نتاع توجيه، يجي الصغير غاديك نعطيه المجالات الموجوده الكل اللي عندنا نحن فكا سنتر، ونحاولوا نوجهوه في الميولات نتاعو، خاطر الصغير ساعات من اللي هو صغير عنده ميولات معينه، معناها يحب فلسيف تاع الميكانيك، يحب الدومين نتاع مثلا. كل صغير كيفاش يجي يقول لك؟ يقول لك لا انا راني من الاول جاي للاختصاص هذاك، راني نحب نتعلم الصنعه هذيك. وهذا مهم سنة، انه صغير هو المتكون يعني هو اللي يختار. اي نحن هو يختار المجال اللي اقرب. ديجا ساعات الولي يجي يقول لك لا نحب صغيري، نقول له لا راهو الصغير هو اللي مش يتكون، هو الدومين اللي حاسه بيه مش يتكون فيه. نحاولوا نوجهه بتأطير بالاساتذه بطبيعه، ومع الشراكه مع المؤسسه اللي تتعامل معنا. تبارك الله عندنا 800 سوسيتي معنا في الشراكه في التكوين، مع التدريب المهني، مع التكوين بالتداول. فهمت؟ وتبارك الله عندنا زاد الشركات تتعامل معنا في التكوين المستمر. ممتاز. دونك هذوما الشركاء نتاعكم هذوما اللي يحلوا جوانح ايضا للمركز هذايا في علاقه بالتشغيل. به اهم الاختصاصات المطلوبه كان نحسبوا عدديا. عددين بون اهم الاختصاصات، بون الاختصاصات الموجوده نحن الاكثريه مطلوبه، اللي هي مثلا في اللحام والتركيب، عندنا الميكانيك سيارات، عندنا الصيانه الصناعيه، عندنا الصناعه الميكانيكيه زاده،
نجارة الألمنيوم، عندنا زادة اختصاصات شبه طبية اللي هي محضر صيدلي، وعندنا تقني في المخابر البيولوجية، وعندنا تقني في أساليب الصناعات الكيميائية اللي متخرجة منها تلميذتنا ابتسام. ممتاز. دونك هذا من أكثر المراكز الشمولية سنة، خاطر جاوب حضرنا برشا، أنا نحكي على اللي تعداو، دونك هذا ظهر لي الأكثر تنوع على مستوى الاختصاصات. ما نعرفش اسكو في اللي مازالوا ما جاونيش، عندنا تبارك الله توا نكونوا في 1600 متكون معناها بالتداول معناها، وعندنا قلت لك كما في التدريب المهني عندنا 1800 متدرب. ما شاء الله. ما شاء الله. في برشا اختصاصات. اي ممتاز. خلينا نمشيو لاختصاص مميز وهو الرابط بين السيارات، بين اللحام، وبين يعني اختصاص ابتسام، يعني لا علاقه. لا علاقه. لا علاقه. قولي ابتسام، كيفاش جات الفكره ساعيك؟ انت اصيله صفاقس؟ اي ولايه صفاقس، معتمديه جبني انا، عماد اولاد بوسمير. كيفاش سمعت بالمركز هذايا؟ الحقيقه بقيت نشوف معنا في الانترنت والكل، حبيت نختصر باك مات، حبيت نختصر ثنيه والكل، نكون معنا نخدم طول والكل. دونك قريت بكالوريا رياضيات. اي بكالوريا رياضيات، ومن بعد مشيت للبشحامبة، عديت عندهم الكونكور. اخترت هو اساليب تحليل اساليب الصناعات الكيميائيه. اي نجحت في الكونكور. وعليه الاختصاص هذية توا مثلا ابتسام يقول قايل كنت نجم تكمل مثلا دراستك الجامعيه وتتوجه، علاش معناها مشيت للاختصاص هذا؟ انت قلتي اختصرت طريق، بمعنى اش معناها؟ الحقيقه معناها في شفت اني حسب ما شفت من البوزيتيف نتاعهم الايجابيات، معناها عامين تنجم تتخرج وتصبح بشهادتك وتمشي تخدم الكل، ممكن الفاك اش نبقى سنين اختصرتهم ثلاثه ولا اربع سنين، اختصرتهم في عامين وكاو، وبليس العامين نقراو فيهم هما 10 شهور قراي و10 شهور استاج. خلوك تهيئ للخدمه والكل. شكون اللي شجعك ابتسام؟ لانه نحسك مغامره شويه هكا وليس انا. خاصه في الدومين نتاعك. هكا وليس فما شويه مغامره. بالرغم ان هي هاديه الطباع هكا تظهر هاديه رزينه عاقله اللي هما دي كاليتي هذوما الكل، اما زاد عندك روح الاقدام والمغامره ابتسام. ايه موجود في طبيعتك هذه. دونك ايش عملنا؟ عدينا الكونكور؟ عدينا الكونكور ومن بعد معناها نجحنا فيه والكل، ترسم تقريبا قريت عملت عامين بالمبيت معاه عندهم. كانت الحقيقه تجربه تشجعهم العباد الكل، كانت تجربه باهيه. كيفاش لقيت التكوين يعني بين النظري بين التطبيقي، الاساليب المعتمده باش يوصلوا لكم المعلومه، كان عملتوا تربصات يعني في علاقه بالتكوين هذايا؟ عملنا استاج كما قلت تربصات والكل، يبقوا معناها يتبعوا فيكم يتبعونا حتى يتبعوا فيكم انتوما يتبعوا فينا اي يتبعوا فينا معناها يتبعونا ودائما مستمر فهمتي والكل، حتى كان ما لقيناش هم يعاونونا مع الشركات والكل. ممتاز. وكيف كملت يعني كانت عندك فكره المشروع واضحه المعالم وانت تدرس وانت قاعده تتلقى في التكوين، والا بعد ما كملت عملت بوز قعدت تفكر؟ لا الحقيقه ملي احنا نقراو عطاونا معناها لمحه على مشاريع شنو لازمك تعمل كل ومبليس الاساتذه كلهم يحبوا بدون ان احنا نكونوا اصحاب مشاريع معناها والكل. ممتاز. دونك الرؤيه واضحه، البوصله واضحه من الاول انك باش تكون صاحبه مشروع. اليوم مشروعك قداش عمره؟ 23 مارس 2021 عامين. عمره عامين بالضبط، يعني قريب تحتفل بعيد ميلاده. اي ان شاء الله. ان شاء الله. كيفاش بديت من الاول التمويل وهكا المسائل هذيك الكل، خاصه الفلوس والتمويل، كيفاش عملت في النقطه والله هذه؟ الحقيقه تمويل ذاتي بديت وعملت للجمعيات شويه والكل، وفات قروض زاد ماك الجمعيات الصغرى. والحمد لله. دونك اختيار منك انك ما تثقلش كاهلك بقرض كبير، انك تبدا بتمويل ذاتي وشويه قرض صغير. اي بديت بمبلغ محترم صغير، وتو الحمد لله معناها البروجي بقى يكبر في روحه بشويه بشويه وحده. والحمد لله. والحمد لله. به رجعت لك، قل لي سناء اليوم قديش عندنا من ابتسام؟ قديش عندنا نجاحات يخرجهم المركز، يتخرجوا من رحاب المركز ويعولوا على رواحهم ويقدموا رواحهم كاصحاب مشاريع مستقله بذواتهم؟ عندنا برشا متخرجين ديجا متخرجين ولاو يتعاملوا معنا كشركاء بالمركز معناها، يتخرج معنا يحل المشروع نتاعو ومن بعد يجي للمركز يطلب دي زابرونتي ولا دي ستاجير معناها مش يجي ويخدموا معاها فهمت، ونفرح هو مشغل يعني صحيح. يجي ساعات يقول لي مش يطلب حاجه معناها، يقول لي راني قاري في السونتر معناها عندي 10 سنين من اللي متخرج من السونتر، ولا عندي 4 سنين من اللي متخرج من السونتر وهاني توا جاي مش نطلب استاجيرات من السونتر معناها. حاجه تفرح ياسر. اي بتصور تفرحكم انتم وتفرحوا هو زيده
يعني هذه الاحساس بالانتماء انه يقعد ديما يخزر الخزره الكبيره للمؤسسه اللي احتضنته وكونته. بالطبيعه المركز يأطروه معناها برشا اساتذه، معناها يأطر حتى كي التلميذ يخرج، معناها يأطروا حتى في البروجي نتاعو اللي يحب مش يعمل بروجي يرجع للاساتذه نتاعو مش يأطروه شويه ويعطيهم بعض المعلومات ويزيد يوجهوه شويه، معناها خاصه نحن هاك تشوف لي دومين برشا معناها في الواحد مع زادة في السنتر زادة عنا أفاق اللي تلامذة تخرج معنا لبرا، معناها عنا برشا تلامذة جاو شركات كندية من ألمانيا ياخذوا ويعملوا دي كونكور معناها وياخذوا من السنتر نتاعنا والحمد لله معناها صحيح. خاصة برشا خرجت كي نحكيوا على كل ما عنده علاقة بالكرهب اللحام يعني هذوما الكل مهن المطلوبة مطلوبة في الخارج. صحيح مطلوبة في الداخل وفي الخارج الزوزرة فهمت، والحمد لله معناها ديما سمعة السنتر ديما بالتنسيق مع الوكالة التونسية للتكوين المهني بطبيعة الحمد لله معناها عندنا إشعاع كبير بما أنه السنتر زاد في وسط ولاية صفاقس وبحذا المرافق الكل معناها الامبلاسمون نتاعو زاد عطيه قيمه اكثر فهمت مع لي سبيسياليتي الموجودين فيه الكل فهمت. ممتاز نرجع لك بس حكينا شويه على شروط الالتحاق لانه هذه من اكثر الاسئله اللي تتعاود واللي نلقاو حولها عديد الأسئلة. قل لي ابتسام خدمت شكون معك وتخدم وحدك اليوم ناخذوا فكره شويه على المشروع نتاعك يعني باش نعرفوا قديش هالمشروع هذايا مستقل بروحه. بمشروعي هو تقطير واستخراج الزيوت الاساسي دي لامارك جولد اي بهور انا ما نعملوش اشهار احنا ما يلا نعديوها بوغ لا بون كوز ميساج مشروع مازال في الروداج. قل لي ابتسام ساعه انت اخترت التخصص هذايا اللي هو فما كيفك برشا هكا ولا موجود في تونس؟ اي موجود بيني قريت في بشحامبة تقني التقني اساليب صناعات الكيميائي ومن بعد مش تخصصيت عملت تكوين اخر في تكوين تقطير واستخراج الزيوت الاساسيه زيوت العطري. دونك شكون معك في المشروع هذا؟ وحدي. وحدك فيه الات باش تستخرج باش تقطر باش عندنا ديستيلاتور اينوكس البريس هم الماكينات نتاعنا والتعليب والمشكل يعني في برشا مراحل المشروع هذا على بساطته يظهر بسيط ولكن في خدمه. اي بيان فيه امبلاج يكون معقم تمشي تجيب مثلا نخدم الورد وزهر نمشي الورد نمشي القيروان الزهر نمشي النابل كل بلونت نجيبوها من البلاصه نتاعها. الحقيقه في الايامات العاديه يعاونوني دارنا وفي سيزون استحق الحق خاطر نخدم كونتيتي كبيره مع 300 وبال 400 ايتر دونك نجيب شكون يخدم معي. ما شاء الله وفين تبيع المنتوج نتاعك يعني الحلقات ما بعد الانتاج مهمه برشا دونك وين شكون اللي يعاونك باش تسوق المنتوج نتاعك؟ معناها بالاكثر نتعامل مع شركات مواد تجميل بارا فارماسي. لا من غير عاده من غير يزينا يزينا بالاشهارات مش ناقصين ديجا. هذوك هما نتعامل معاهم وقولين يا نخدم. ممتاز دونك اليوم تعمل على روحك ابتسام تحس روحك قادره وانك تثبت هويتك وتنافس زاده. تحس روحي سيده نفسي. اي ممتاز باهي الكلمه هذه سيده نفسي. اي ملا هي تعطي ثقه معناها اللي المتخرج اللي يحاول معناها تعطيه ثقه في نفسه مش يحل بروجي مش يتعامل مع العباد البرة مش يتعامل مع الشبكات كما هي قالت التواصل الاجتماعي معناها هذا كل ثقه في النفس مع التأطير اللي موجود في وسط المركز. تقراوه هذا ابتسام تقراوه حتى الكوم يعني نقولوا احنا للاتصال جانب الاتصال هذا مهم في التسويق برشا. اي بيان سور سنعملوا فورماسيون ترى جيبونا واحد من برا نعمل فورماسيونات وعملناهم وعملنا فورماسيون تشبه للسي في ماهيش سي في بالضبط كيفاش تعمل دراسه المشروع نتاعك شنو لازمك شنو كيفاش معنا بالادارات والادارات البرا والكل. ممتاز دونك اليوم واضح الطريق قدامك ابتسام واضح المرحله الجايه شنو باش يكون رهانك شنو التحدي؟ ان شاء الله اللي معناها نحب المحل البروجي نتاعي قاعد يكبر ان شاء الله نكبر شيف دافير نتاعي اي وان شاء الله على شلام كلش نصدر برا البروديات نتاعي. يعطيك صحه دونك فما المشروع نتاع انك تصدر هكا ولا افاق التصدير ان شاء الله. ان شاء الله قول لي سناء اليوم عندنا شهاده نجاح ان شاء الله الشباب اللي يتفرج فينا ان شاء الله يخمم مازال يخمم ما يقول لكم منين باش نبدا نجموا تبداو واحد من البدايات يكون عن طريق مركز التدريب والتكوين المهني بشحامبة. سناء شنو شروط الالتحاق بالمركز؟ بالنسبة للشهادة في الكفاءة المهنية يبدا 9 منهات. بالنسبة للمؤهل تقني مهني ثانية منهات
حتى البكالوريوس. بالنسبه للمؤهل التقني سامي عندنا زوج شروط، اللي هو عنده شهاده البكالوريوس، متحصل على شهاده البكالوريا، ولا الجماعه مؤهل تقني مهني يعملوا مناظره وطنيه يتعداو بها للمؤهل التقني سامي. بالنسبه للتسجيل عن بعد هذاك هو الشرط الاساسي اللي مش يدخل يلتحق بالسنتر. بالنسبه للسنتر عندنا زوج دورات، عندنا دوره سبتمبر وعندنا دوره فيفري. دوره سبتمبر الاكثريه هي فيفري السنه اللي فاتت، زاده فيفري كملت. لا تبارك الله احنا في باش حامبا في ظرف جماعتي نعملوا رومبليساج تبارك الله، تلموها عندنا برشا اقبال ما شاء الله. دونك هذه نقطه مهمه باش نقولوا للناس، اذا كان شدتكم الفقره هذه اليوم باش يخدموا على العام الجاي هكا ولا سنه، يبداوا على بكري ويجربوا زاد ارواحهم باش ينجموا ياخذوا يلقاو بلاصه. ديجا دوره سبتمبر نبداو من جوان، يبدا باب التسجيل يتحل من جوان. بون احنا خاطر عندنا نومبر معين يحكم فينا، زاد في الفرونتري سبتمبر ندخلوا في 460 استاجير، في دوره فيفري في الزون 400. معناها زاد والضغط بالحق ضغط ياسر على مركز تكوين وتدريب مهني باش حامب في الاختصاصات الموجوده فيه. ما شاء الله فهمت. ما شاء الله. دونك المهم انه نعطيهم انه مازالوا معناها توا اذا كان يخموا يحضروا اوراقهم ان شاء الله، دوره يحضروا امورهم الكل، دوره الجمعه غدوه في الايام يلقاو روحهم في ان شاء الله. اي ان شاء الله مرحبا بهم الناس الكل، وان شاء الله بالتوفيق للصغيرات اللي تدخل السونتر ان شاء الله. ان شاء الله نشكرك برشا سناء في اول تطليله معنا. كيف نشكرك برشا على الشهاده مزينه برشا نتصور، وان شاء الله ترجع لنا ترجع لنا كيما رجعوا للسونتر، ترجع لنا بعثة مشروع اكبر ومصدق. الله عايشك تعدنا حكايه مره جاي تكلمني انت مال ان شاء الله. يلا نشكركم برشا، ان شاء الله موافقين زوز، وان شاء الله بالتوفيق لكل صغيراتنا اللي يختاروا طرق اخرى وافاق اخرى، ان شاء الله تكون ارحب وان شاء الله تهزهم لافاق الشغل. هذه نسمه.